هذه الحلقة برعاية فارة بلس فاير دارت من هايبر إكس، تقنية لاسلكية لفئة الألعاب، بطارية تدوم لفترة طويلة مع شحن لاسلكي، أداة استشعار بيكس آرت الممتازة، وتصميم الأزرار المقسمة. السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من توب 10. في هذه الحلقة راح نعطيكم أمتع الألعاب التعاونية اللي تقدرون تلعبونها على شاشة واحدة أو على الشبكة. هذه الألعاب تشمل شريحة كبيرة من الألعاب صعبة تطلع الشيب في راسك وراس أخوياك، إلى ألعاب عميقة تقدرون تقضون فيها ساعات طويلة، وطبعا تجارب قصيرة مميزة. هذه الألعاب تم ترتيبها على حسب معدل مراجعاتها على موقع ميتاكريتيك. في المركز العاشر Sea of Thieves. إذا كنت بتعيش حلم القراصنة وتغامر البحار وتشوف أشياء غريبة مع طاقم السفينة اللي بيكون متكون من أشخاص عزيزين عليك، فلا تدور عن لعبة ثانية إلا Sea of Thieves اللي هي فريدة من نوعها إلى هذا اليوم. للي ما قد جرب اللعبة فهي من نظام المنظور الأول، وهي لعبة أونلاين بشكل مستمر، وبتبدأ بعالم مشترك لوحدك أو مع مجموعة من أصحابك، راح تواجهون اللاعبين الثانيين في عالم اللعبة اللي ممكن يغدرون بك في أي ثانية. إذا لعبتها لوحدك فبتعطيك اللعبة قارب صغير، لكن إذا دخلتها ومعك مجموعة من اللاعبين فراح تأخذون سفينة كبيرة، وكل لاعب لازم يأخذ مهمة معينة في السفينة، واحد يرفع الأشرعة والثاني يسوق السفينة والثالث يكون في أعلى نقطة في السفينة حتى يراقب الأوضاع اللي حولك وين أقرب جزيرة، هذا غير المسؤول عن المدافع. البحار لوحدك ممتع، لكن الأمتع هو لما تشوف جزيرة وتقعد تستكشفها أنت وأخوياك. Sea of Thieves معدل مراجعاتها في موقع ميتاكريتيك هو 67 من 100. في المركز التاسع Minecraft Dungeons. لعبة ماينكرافت غنية عن التعريف، لكن فريق موجانج فاجأنا هذه السنة مع إصدار جزء فرعي للعبة ماينكرافت. في ماينكرافت دنجنز راح تغامر في أكثر من دنجن بنظام ألعاب الأكشن RPG اللي تجي فيها الكاميرا من فوق، ويكون عندك 3 مهارات خاصة تقدر تغيرها على راحتك، وراح تكسب مهارات مختلفة كل ما لعبت أكثر. هذا غير تواجد سلاحين، واحد بمدى قريب والثاني بمدى بعيد، وأخيرا درع شامل للشخصية، وكل هذه 3 أشياء تقدر تطورها وتضيف لها خصائص معينة. اللعبة تقدر تلعبها لوحدك كاملة أو تلعبها مع 3 من أخوياك على الشبكة أو على شاشة واحدة. اللعبة أسلوبها إدماني ويحتاج تخطيط خفيف حتى تقدر تقضي على كل الصعاب اللي تواجهها. ماينكرافت دنجنز معدل تقييمها على موقع ميتاكريتيك هو 70 من 100. في المركز الثامن Humans Fall Flat، وهي عبارة عن لعبة منصات وألغاز تعتمد بشكل رئيسي على الألغاز الفيزيائية، وتقدر فيها تعدل على مظهر شخصيتك من ناحية الملابس، لكن هو عبارة عن مجسم أبيض وما راح يكون عندك أي قدرات خارقة. وعن طريق هذه الشخصية راح تتفاعل مع العالم عن طريق أنك تمسك وتحرك المجسمات اللي حولك أو حتى تتسلقهم. حل الألغاز مفتوح وما في طريقة واحدة هي الصح، بحيث كل مرحلة تقدر تخلصها بأكثر من طريقة، وكل مرحلة تركز حول ثيم معين، بحيث بعض المراحل بتكون كأنك في عمارة جالسة تنبني. هذه اللعبة تدعم حتى 4 لاعبين، وطريقة حل الألغاز المفتوحة خلتها مميزة، بحيث تقدر تعيد المرحلة الوحدة وتختبر نفسك بحيث تنهيها بطريقة مختلفة عن الطريقة الأولى اللي نهيت فيها المرحلة. Humans Fall Flat معدل تقييمها على موقع ميتاكريتيك هو 70 من 100. في المركز السابع Away Out، وهي لعبة مغامرات وأكشن بالمنظور الثالث، ومصممة بشكل رئيسي للعب على شاشة منقسمة واللعب التعاوني، وهذا يعني أنك لازم تلعبها مع لاعب ثاني محليا أو أونلاين، وراح تلعبون بالشخصيتين ليو وفينسنت. هذول الشخصيتين حكم عليهم بالسجن ويحاولون الهرب منه، ومع هروبهم لازم يزبلون من الشرطة. والعجيب في اللعبة أن أحداث الشخصيتين ما تمشي بنفس الوقت، فممكن لاعب يكون يلعب والثاني جالس يناظر مشهد سينمائي، لكن فيها لحظات بتنتظر فيها الشخصية الثانية حتى تقدرون تتقدمون في نقطة معينة من اللعبة. الأحداث والمغامرة في اللعبة ممتعة، وكونها تجبرك على اللعب مع بعض طول الوقت خلت هذه التجربة مميزة. معدل مراجعات Away Out هو 78 من 100 على موقع ميتاكريتيك. في المركز السادس تراين 4، الجزء الرابع من هذه السلسلة يرجعنا لعالمها الساحر مع عودة الأبطال 4. اللعبة من نظام ألعاب المنصات مع مؤثرات ثلاثية الأبعاد، بتغامر فيها في المناطق المهجورة الخلابة إلى الغابات الزرقاء، ورح تحل فيها الألغاز اللي تستعمل عناصر مختلفة مثل النار، الرياح، النور، والكهرباء، والمغناطيس، والتحديات أكثر تختلف على حسب عدد اللاعبين اللي يلعبون معك. اللعبة تدعم حتى 4 لاعبين على شاشة واحدة أو أونلاين، وعندك أيضا القدرة على تطوير قدراتك وكسب قدرات مختلفة. وهذا الجزء الرابع حسن من القتال بشكل كبير، اللي خلى من قتال الزعماء ممتع، وبنفس الوقت يصاحبها موسيقى جميلة تعلق في رأسك حتى بعد ما تختم اللعبة. معدل مراجعات الجزء الرابع من سلسلة تراين هو 81 من 100 على موقع ميتاكريتيك. في المركز الخامس
Overcooked 2. هذا الجزء الثاني من اللعبة اللي تحاول تحاكي الطبخ بشكل تعاوني، بحيث أنت وثلاث أشخاص لازم تتعاونون على تحضير طلبات معينة في مطعم تصميمه عبيط، ومع كل مرحلة بيتغير لك تصميم المطبخ والأصناف اللي تحضرها. اللاعبين لازم يجمعون الموارد، يقطعونها ويطبخونها، وبعدين يجمعونها على صحن، وبعد هذا كله لازم تشيل الطلب الجاهز على الصحن وتقدمه، وبعد ما تقدمه راح يرجع لك الصحن الوسخ ولازم تنظفه. مهمتك هنا أنت وأخوياك هو أنكم تقسمون الوظائف بين بعض وتتواصلون دائما بإيش كل واحد منكم يسوي. مثلا واحد شغلته بس التقطيع والثاني بس يركز على الطبخ. الجزء الثاني أضاف أشياء جديدة خلت اللعبة أمتع، مثل الآن صار يمديك تحذف الأكل على اللاعبين الثانيين اللي معك، وهذا يسرع من عملية الطبخ. هذا غير أن الجزء الثاني أضاف دعم الأونلاين. معدل مراجعات لعبة Overcooked 2 هي 81% على موقع ميتاكريتيك. في المركز الرابع كلب هاوس جيمز 51 وورلد وايد كلاسيكس. هذه هي احدث لعبه في هذه القائمه، وهي لعبه حصريه على جهاز النينتندو سويتش، ومن اسمها بتحصل فيها 51 لعبه مختلفه مثل اونو، كيرم، بلياردو، جولف، صيد سمك، بولينج، دارتس، شطرنج، سوليتير، وإير هوكي، والمزيد من الألعاب الممتعة اللي تناسب كل أفراد العائلة. هذه اللعبة تدعم لاعبين على جهاز واحد وحتى 4 لاعبين أونلاين، وتقدر تلعبها حتى 4 لاعبين محليا إذا كان عندك جهازين سويتش. والميزة هنا أنه بس شخص واحد من أفراد عائلتك يكون شاري اللعبة، والأشخاص اللي حولك إذا عندهم جهاز نينتندو سويتش يقدرون يلعبونها معك بدون ما يشترونها. معدل مراجعات كلب هاوس جيم 51 وورلد وايد كلاسيكس هو 83% على موقع ميتاكريتيك. في المركز الثالث كاب هيد، واحدة من أكثر الألعاب الاندي المميزة على هذا الجيل، وبنفس الوقت الأصعب. لا تخلي توجهها الفني يجرك وبيخليك تتوقع أنها سهلة، لأنها بتطلع الشيب في رأسك، لكن لا تخليها تطلع الشيب في رأسك لوحدك، لأنها تدعم اللعب التعاوني حتى لاعبين. وفي هذه اللعبة راح تباري زعماء كثير، وكل زعيم قتاله مميز أكثر من الثاني وأصعب من اللي قبله. هذا غير تواجد مراحل منصاتية تقليدية تخليك تهدي شوي وتنسى هم الزعماء. خلال لعبك راح تقتني مهارات جديدة تخلي ضرباتك للأعداء مختلفة، بحيث بيكون عندك ضربات تلاحق الأعداء في كل مكان لكنها ضعيفة، وفي ضربات قوية لكن لازم تكون محدد على المكان اللي بيتضرر فيه العدو. معدل مراجعات لعبة كاب هيد هو 88% على موقع ميتاكريتيك. في المركز الثاني Divinity Original Sin 2. هذه اللعبة في وجهة نظر الكثير من اللاعبين هي أضخم وأفضل لعبة RPG في هذا الجيل، وتقدر تلعبها من بدايتها إلى نهايتها بشكل تعاوني على شاشة واحدة أو على الشبكة. أحداث اللعبة بتكون في عالم ريفلون، وفيها اللاعب يقدر يخوض المغامرة لوحده أو يقدر يضيف لطاقم فريقه ثلاث شخصيات، وأعضاء طاقم تقدر تتحكم فيهم لوحدك، وكل واحد منهم بيتفاعل مع شخصيات وعالم اللعبة بطريقة مختلفة، وفيها نظام سكيلز يخليك تعدل وتغير من مهارات الشخصيات. غير القصة وأحداثها الرهيبة في عالمها، فاللعبة أيضا فيها طور تنافسي يخليك تقاتل اللاعبين عن طريق الشبكة. معدل مراجعات لعبة Divinity Original Sin 2 هو 93% على موقع ميتاكريتيك. في المركز الأول Portal 2، الجزء الثاني من لعبة الألغاز الفريدة من نوعها. لأي شخص ما قد لعب Portal فأنت فوت واحدة من أكثر ألعاب التصويب الشاطحة، بحيث اللعبة بتعطيك سلاح يفتح لك بوابتين. البوابة الأولى هي عبارة عن باب ما ينفتح لك إلا إذا طلقت الطلقة الثانية في مكان مختلف، وهو يفتح لك زي الاختصار. وهذه هي فكرة اللعبة، تقدر تخلص طور القصة وتشوف غرابة الأحداث اللي موجودة في اللعبة، لكن إذا تبي تختبر صبرك العب الطور التعاوني اللي خليك تصنع 4 بوابات حتى تحل اللغز اللي قدامك وتتوجه للغرفة التالية. إذا فيك صبر وحاب تختبر ذكاء الشخص اللي يلعب معك، فحرام تضيع عليك تجربة Portal 2. معدل مراجعات اللعبة هو 95% على موقع ميتاكريتيك. وهذه كانت 10 ألعاب تعاونية ممتعة. شاركونا بالتعليقات بأفضل الألعاب التعاونية بالنسبة لكم. كان معكم نواف النغموش، ويعطيكم العافية على المتابعة، ومع السلامة.